ناقدة كبيرة صاحبة مواقف وطنية وإنسانية. أنا بحترم احترام كبير جدا وطور بيها بعضها قابل للتحرك. مساء الخير. السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. قبل بس ما نبتدي الكلمه سياده اللواء، احنا ما توقفناش ولا دوره، المهرجان لم يتوقف. بس ما بقتش احط البنش مش علشان حزب السوق، ولكن انا عشان حزب في التجربه، لان احنا خدنا صفقتين او خدنا تغيرين كبار في البلد وشفت بعينيا. والتجربه الثانيه على نهر هادي اخراج عبد العزيز السكري. انا بشوفهم ان هم من اجمل ادوار التلفزيونيه ومن اكثرها عذوبه ورومانسيه، اللي هي الادوار اللي انا فعلا كان نفسي بفضل اعيط يعني. تكريم المخرج الكبير ورئيس النقابات الفنيه الاستاذ المخرج عمر عبد العزيز، وأيضاً المخرج الكبير شقيقي محمد عبد العزيز لتسليم درع التكريم. بعض اللقطات، لكن أنا سريعاً هقول على حاجتين. حسين كمال كان لما يروح يقرأ، أيام ما كان في قراية ما بين المخرج والسيناريست بعيداً عن النجوم والممثلين، كل الدعم لكل المهرجانات الرائعة اللي بتقدمها لنا وبتقدمها لنا فنانيننا وتقدمها السيدة وزيرة الثقافة، فشكراً ليكم على حضوركم وتشريفكم لينا في محافظة الإسكندرية. Thank you.